زيد تحسين لاعب المنتخب الوطني والمنتخب الاولمبي ونادي الطلبه، اهلا وسهلا بك، كل عام وانت بخير. حبيبي علاء، اهلا وسهلا بكم، تعذبكم الجميل وقناتكم الموقره. يا اهلا وسهلا بك، صحه وسلامه وتوفيق يا ربي. ويعني اليوم شويه العائله جايتك البغداد من النجف البغداد مو؟ اي والله. ايه احنا شويه ضغطنا عليك وجبناك هنا وصورنا، فشكرا لقبولك الدعوه وشكرا لحضورك واخذنا من وقتك. لا حبيبي، اكيد اتشرف انا بكم كل الاخوه. طبعا يا ضغوطات الحياه تنسى، وخاصه برمضان تقص شويه تختلف. ايه ويعني احنا بالحديث على رمضان خليني نتحدث اليوم، العائله موجودين، انت اول مره لو عاده رمضان وحدك؟ نعم. لا عاده يعني هنا أنا بس يم اللاعبين. اها ايه، فطورك وضعك طقوسك كله ويا اللاعبين؟ صح. ايه قليل يعني اكون ويا اهلي، لان تعرف دورينا يمشي برمضان يعني ما ايه. يتوقف، فاظل يعني متواجد ببغداد ايه لحد ما شوف صار عندي فرصه ارجع بيها لاهلي. اي بس الاكثر الوقت انت موجود ببغداد. اي مو صح؟ اي صح. اي شلون هالاجواء؟ من يحضر الفطور؟ وين تفطرون؟ من وياك يروح يفطر؟ والله الاجواء هي اكيد اجواء البيت، اجواء الوالده، هي اجواء تختلف ثانية. اجواء ثانيه تختلف. اي بس هنا موجودين اني وقاع، مرات اصدقائهم يجون، يعني مو واحد دائما احنا سوا. وقاع وانت حسن مرات لو حسن ما موجود. ايه حسن احمد طبعا. الحارس. ايه اغلبيه اللاعبين دائما احنا سوا. زين، من اكثر واحد مهتم بالفطور مسوي له هوس الموضوع؟ شوف هم اللي يعرفون يعني يطبخون هو وقاع وحسن اقوى شيء. لا حسن اقوى واحد. اي حسن هو الاول بس. ايه وقاع يعني وراه شوي. وقاع يزاغل. اي مو وك ولد طبعا انا نسيته، ولد صديق اسمه محمد مهدي هماتين يعني. ها لاعب لو مو لاعب؟ لا مو لاعب هو. بس طبخه ما شاء الله فول. ايه زين، انت وقاع تاكلون بس؟ احنا بس انا بس اكل، وقاع يطبخ. وقاع يطبخ انت بس تاكل؟ اي انا بس اكل. زين، مرات عصاية راي عليه. ايه انت على الخفايف؟ على الخفايف بالضبط، نخليه على الخفايف. زين، اكو فد اتفاق بيناتكم مثل اليوم تاكلون هيك اليوم تاكلون هيك لو لا؟ اي طبعا يصير، لان تعرف احنا ورانا يعني تمرين ولازم تاكل شيء، خاصة احنا شوف مرات مباريات نلعبها واحنا صيام يعني هسه احنا، فمن تاكل خاصة بالافطار لازم تاكل فشي صحي وشلون نقول يقويك. زين، فنتفق مثلا يوم هيك يوم هيك يوم هيك. اها اي يعني مو مبتعدين عن ال لا طبعا مو يعني ايش تلقى قدامك تاكل خبز وما ادري شنو هاي وتشريب وتريد وماكو مو؟ لا لا اكيد اكيد ماكو. من اكثر واحد يعوفه ويروح لل ما يلتزم؟ مو ماكو بالسفره ماكو ماكو مجبر مجبر ياكل. اي مجبر مجبر. زين، ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله صحه وسلامه وان شاء الله الله يتقبل صيامكم جميعا، وتحياتنا لكل الاسماء اللي ذكرتها زيد. من نبدا وياك الحديث الحوار الرياضي؟ نبدا من الطلبه، من المنتخب، من الاولمبي؟ انت ما شاء الله عليك سنه 23 و24 سنوات تالق مو؟ اي طبعا الحمد لله والشكر. كيفك مين ما يعجبك يبدي. اها والله زين، خليني ابدا وياك من نادي الطلبه وبعدين نتحول على المنتخب على اعتبار حوار خاص المنتخبات الوطنيه بشكل عام. صح. مسيرتك مع نادي الطلبه هذا الموسم شلون تشوفها في ظل التغير اللي صار بنادي الطلبه؟ يعني مسيرتك انت مع النادي بشكل عام. صح. شوف يعني اتوقع احنا هذا الموسم نادي الطلبه يمكن اكثر فريق موقف ويا الحظ فرق الدوري يعني بصوره عامه، يعني هواي شغلات صارت ويانا سبحان الله، بس احنا بعدنا دائما يعني نرجع وبقوه مثل ما نقول. واذا شاهد حتى مبارياتنا احنا امام الفرق يعني كبيره اللي بمستوانا نكون احنا مميزين ومتالقين ودائما يعني ما تخرج النتيجه سلبيه ابدا. زين، فما اعرف شنو عبالك شلون النحس صاير. اها اي، فان شاء الله باللعبات الباقيه تنتظرنا مرحله ثانيه كامله ان شاء الله نقدم بها شيء مغاير عن اللي قدمناه بالمرحله الاولى. زين، مو انت تعرف بنفس الوقت كانت انتقادات يعني كثيره طالتكم كلاعبين، طالتكم كفريق، ممكن كعناصر؟ شوف احنا اليوم لاعبين اكيد معرضين لكل شيء، احنا اليوم
خاصة من أنا بالملعب، أنا مو ملك نفسي، أنا ملك النادي أو ملك المنتخب، أو يعني ما تقدر تمثل نفسك خاصة بهيك أمور. الانتقادات راح إلي يعني كزيد تحسين راح تضيف لي أكثر، راح تخليني يعني يصير عندي حافز أطور أكثر وأكثر. طبعا الانتقادات الإيجابية فيعني موضوع طبيعي جدا جدا جدا. عرضت انتقادات انت؟ اكيد، ويمكن اكثر لاعب بعمر يعني بهذا عمر صغير ومتعرض للانتقادات، بس يعني عاد كلش طبيعي. شو تقول لهم اللي ينتقدونك؟ ممكن يعني تكون عندهم ظنون، اليوم رساله من عندك ممكن توضح. لا شوف، يعني اغلبيتهم صراحه محبين، يعني شوف مرات احنا لاعبين مرات شلون تحس عتب، يعني مو مثلا انتقاد مثلا جارح او يريد يخصك بي، لا تحس عتب يعني، لان مثلا وجمهور متعاطف حقه، يعني هاي الحكي بس اول ما تخلص المباراه، وراها لعب بعد الامور طبيعيه اصلا، كل شيء ماك ولا اي انتقاد، فطبيعي طبيعي كلش الانتقادات تتقبلها بلحظه الصغيره. اي اكيد. زين، عندنا خروج الفريق من بطوله كاس العراق، ويعني اللي صار كانت الآمال تعقد عليكم كلاعبين كفريق انه يمشي فريقكم بالكاس وبالدوري. شوف يعني بطولة الكاس الصراحة يعني شلون مثل الصدمة يعني صارت، ما حد كان متوقع ان نخرج احنا بهذا الشكل. حتى بالمباراة احنا كنا مسيدين، قلت لك طول 90 دقيقة قلت لك اكو يعني عبالك شلون النحس بالفريق، الكرة يعني ركلات ترجيح، افضل فرق العالم وافضل لاعبين العالم هي تضيع بيها وتخسر بيها، يعني هي تبقى ركلات حظ. زين، فخروجنا يعني مو حلو كلش. اها، حزينين.